يا سلام، مسرحية ممتعة. ادي الفن ولا بلاش، موضوع محترم راقي. والحوار ايه؟ شعر شعر. ايه مالك يا وفاء؟ لا ابدا ولا حاجة. لا ابدا ولا حاجة، انت زي ما تكوني سرحانة كده. سرحانة في ايه؟ يعني في حد مزعلك في الشغل؟ انا قلت لك 100 مره اي حد يزعلك في الشغل اترمسي صوري تمردي انفعلي وسيبي الشغل ويمشي على طول. بالبساطه دي يا حبيبي؟ ايوه حبيبتي، انا على فكره مش موافق على شغلك دي موافقه كامله. انا مش عايز اتخذ قرار، انا عايز القرار يجي منك انت. فكري واتخذي القرار بنفسك. انا لحد دلوقتي عاجبني الشغل. بكره تغير رايك. المهم ما قلتليش ايه بقى اللي شغلك؟ واد حرامي. واد حرامي؟ واد حرامي، عايزين نخليه مواطن صالح. الله، ده ينفع منشط رائع. يعني ايه يحيى؟ يعني الواقع العملي بيقول ان الحرامي هيفضل طول عمره حرامي، والنصاب هيفضل طول عمره نصاب، والقاتل هيفضل طول، وهكذا. ايوه يا يحيى، بس واجب المجتمع تجاه المرضى دول انه يعالجهم ويخليهم مواطنين صالحين. انت عايزه تعالجيهم لصالحهم هم ولا لصالح المجتمع؟ لصالح الاثنين. بس طبعا المجتمع اهم منهم بكتير. يجوز. انت بتقول ان هم مرضى؟ هم فعلا مرضى، وانا طبيب جراح، ورايي ان علاج العضو الفاسد هو بتره. فاذا اعتبرنا ان الجسم هو المجتمع، ايا كان المجتمع صغير ولا كبير، حتى لو كان مجتمع دولي، والعضو الفاسد ده هو المجرم بتاعك، فعلاج المجتمع هو بتر هذا العضو ايا ما كان انتمائه، الاجتماعي او السياسي او العقائدي او الديني. طبعا المساله مساله نسبيه، يعني الحرامي مش زي القاتل، مش زي الارهابي، لا، كل واحد ياخد العقوبه اللي يستحقها على حجم الجريمه اللي ارتكبها. عقوبة بدون مهادنة أو مسايسة. طب وافرض ظروفه أجبرته على كده؟ يا حبيبتي، ظروفه دي شماعة بيعلق عليها المجرم أخطائه في حق المجتمع. وفاء، أنا ما تصورش إطلاقا إن في أي ضمير أو واعز أو أخلاق تسمح لإنسان إنه يقتحم بيت بالليل والناس نايمين عشان يسرقهم. وطبعا أنت عارفة كويس إن المجرم ده مستعد يقتل الكل اللي في البيت لو واحد اتعرض له. حطي نفسك في الموقف ده واحكمي. طب وافرض انه مش لاقي ياكل؟ لا 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 لا، ده كلام غير صحيح. يا حبيبتي، في بلادنا مفيش حد بيموت من الجوع. انا مش قادر اتصور راجل طويل عريض الشعر ويقول لي انا مش لاقي شغل. يعني ايه مش لاقي شغل؟ لا، عنده شغل كتير، ممكن يكسب كتير قوي، لكن يعمل ايه؟ معتدي الاجرام، عضو فاسد في المجتمع. لا 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 لا، رايك قاسي قوي يا يحيى. لا 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 يا حبيبتي، ارجوك أرجوك، أنا بعبر تعبير واقعي عن اللي حاصل بالفعل. لازم المجتمع اللي بنعيش فيه يبقى مجتمع آمن، ومن حقي أنا على المجتمع ده، طالما أنا بدي التزاماتي، بدفع ضرايبي، بعمل كل اللي مطلوب عليا إن أنا أعمله، إن أنا كمان المجتمع يأمن لي حياتي ومستقبلي وأسرتي. أنا وياك إن المجتمع لازم يضمن لك الأمان والاستقرار، بس أنا مختلفة معاك في الطريقة. يا وفاء، كل واحد في المجتمع لازم ياخد جزاءه، ان كان صح يبقى صح، وان كان غلط يبقى عقاب. طب نديله فرصة؟ هيبقى تضييع وقت، زي مدي ادوية ضعيفة ولا مسكنات مؤقتة بينما المرض الاصلي عمال يستفعل ويكبر. لا، عشان اعالج المرض من اساسه لازم ابطر العضو الفاسد جذريا. طب ما دام عارفين العلاج النهائي حنبطر، طب ما نجرب العلاج بالأدوية الأول. لا لا لا، دي مسألة خطيرة جدا، لأن العضو الفاسد هيكون أفسد عضو تاني جنبيه، يعني بدل حرامي واحد هيبقى عندنا 2 و4 و6 إلى آخره. لا أنا مش معاك يا يحيى، استخدام الجراحة في المجتمع بالقسوة دي ما يفيدش المجتمع، ده ربنا رحيم يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى رحيم عشان هو علمه الغيوب، يعلم ما في الصدور، ما في القلوب، ما في النفوس. إنما احنا بنشوف ايه؟ احنا بنشوف الظاهر وبس. لينا الظاهر وبس،
يعني انت يا وفاء، انت مثلا عايزه تقنعيني ان واحده زيك متربيه على مبادئ وقيم واخلاقيات ومن بيت كريم ومن اب صالح الله يرحمه وام اقل ما يمكن ان يقال عنها ان هي انسانه نبيله معطاءه، عايزه تقنعيني ان واحده بالاخلاقيات دي بالمبادئ دي ممكن تتساوى مع واحده امها كانت حراميه مثلا او تجرت مخدرات؟ شوف يا فراء، اساس اي مشكله في رايي سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه او اخلاقيه او معيشيه هي البيت والتربيه الصالحه. كارثه اي مجتمع غياب التربيه والاخلاق والنشاه الصالحه. طب وذنبه ايه اللي طلع لقى امه حراميه او تاجره مخدرات؟ لو المجتمع بطر الاشكال دي عاملهم بمنتهى القسوه خلاص عددهم هيقل، عدد الحراميه هتقل، عدد تجار المخدرات هيقل. المساله معقده يا يحيى، مش بالبساطه دي. انا ما انكرتش ان المساله معقده، والسبب بسيط، ان المساله دي لها علاقه بالمجتمع والمجتمع مش مسطح، ايضا المجتمع مركب ومعقد، وبعدين احنا كلنا معرضين للخطا والصواب يا حبيبتي. حلو قوي، قد انت بنفسك قلت ان كلنا معرضين للخطا والصواب، وممكن يكون رايك ده خطا. بس انا رايي هيفضل صح لحد ما يجي واحد ويقنعني ويثبت لي ان رايي ده خطا. يبقى اتفقنا. على ايه؟ ان ممكن حرامي ما يبقاش حرامي. يا حبيبتي انت بتحلمي. يا رب ما اكونش بحلم. طيب تصبح على خير. وانت من اهل. على فكرة أنا هنزل بكرة أشتري مع ماما شوية حاجات. وماله يا حبيبتي؟ اشتري اللي أنت عايزاه. صباح على خير. وأنت من أهل. رأيك بقى، أنا خطرت دلوقتي في بالي فكرة وهتنميها. إيه يا ماما؟ نغير ستاير الصالون الكبير. ليه يا ماما؟ ستاير الصالون الكبير حلو قوي. وماله، أصل الألوان هنا جديدة وتجنن. يا سلام عليك يا ماما، هتدخلينا في دوشة تانية، وبعدين إحنا جايين نشوف مشات، إيه اللي خلاكي تفكري في الستاير دلوقتي؟ وماله يا حبيبتي، خلينا ننبسط. إن شاء الله يا رب أعيش وأغير لكم كل يوم المنظر عشان ما تزهقوش. ربنا يخليك ليا يا ماما. من فضلك. فندم. المتر من ده بكام؟ من غير فلوس. قول لي من فضلك القماش اللي مين؟ كوثر هانم؟ مش معقول. ازيك يا كوثر هانم؟ ايه مش فاكراني ولا ايه؟ انا صقر. صقر يا كوثر هانم. اهلا يا صقر بيه. اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ وايه المفاجأة الجميلة دي؟ وايه الغيبة الطويلة دي؟ شكرا يا فندم. روح لحبيبتي بقى ادفعي تمن 25 متر قماش. مش لما ننقي القماش الاول يا ماما؟ من ده يا حبيبتي من ده. طب يكتب القسيمه بس. من فضلك اديني 25 متر من ده. حاضر. القسيمه الاول لو سمحت. دي بنت حضرتك؟ ايوه. روح لحبيبتك بقى الفلوس. طيب يا ماما. انت حضرتك اتجوزتي ولا ايه؟ لا انا كنت متجوزه. ايوه بس معلوماتنا يعني كانت ان جوز حضرتك متوفي وانك ما انجبتيش. المهم ازاي حضرتك انت؟ الحمد لله، بس يعني كانت حصلت غلطه كده ودخلت السجن. من فضلك وطي صوتك حضرتك. عشان الاموره يعني دخلت السجن 7-8 سنين كده وخرجت والحمد لله، ودلوقتي الامور هترجع لمجاريها. بس بصراحه اهنيك على بنت حضرتك. مش بنت حضرتك برضو؟ ايوه طبعا بنتي. ما انا قلت لحضرتك. يا ترى متجوزه؟ لا. متجوزه. ما شاء الله ما شاء الله. واخبار الارانب ايه بقى؟ ها فندم؟ الارانب احنا كنا سايبين حضرتك وانت عامله 10-12 ارنب. اصحت حضرتك على الفلوس يعني؟ لا الحمد لله هي مستوره. خلاص يا ماما دفعت.
طب يا حبيبتي يلا بقى نستلم الدواليب. دواليب؟ دواليب ايه يا ماما؟ قصدي الهدوم، الستاير. طب يلا. طب عن اذنك بقى ساره بيه. طب مش تعرفينا ببنت حضرتك؟ لا مؤاخذه، بنتي وفاء ساره بيه من الاصدقاء القدام. القدام قوي قبل حضرتك ما تتولد. على كده حضرتك كنت صاحب بابا الله يرحمه. صاحبه؟ ده انا كنت صديقه الانتيم. ايوه ايوه حبيبتي كان صاحب بابا. يلا حبيبتي بقى عن اذنك ساره. لا 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 معقوله؟ طب نعزمكم على حاجه ساقعه حاجه سخنه؟ ما يصحش كده يعني. معلش فرصه تانيه. خلاص اللي تشوفيها كوثر هانم، بس بقول لحضرتك عشان نتكلم شويه. لا ما هو اصل ايه يا ماما، حضرتك تشرف في اي وقت يا استاذ. تعيشي يا اميره بنت الامير. لا بس حضرتك عارف يعني إن انا فاهم فاهم، بس اصل استجد يعني في الامور امور كده عايزين نتكلم فيها شويه. بعدين بقى بعدين. يلا عن اذنك. ايه مالك يا ماما؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. انت كنت بتقفلي على الراجل كده ليه؟ شويه شويه تقولي لي مش عايزه اشوف وشه. فعلا فعلا يا ليه يا ماما؟ ده مش من ريحه المرحوم بابا. مش ريحه بابا ما كانش. بصراحه عندك حق، وبابا الله يرحمه كان عنده حق. انا كمان مش مرتاحه له، شكله عامل زي البلطجيه. احنا مالنا وماله؟ يروح في حاله. الواد عفريسي عبد الله ما جاش يا فندم. يعني ايه ما جاش؟ سعادتك اموري وانا جرجره من قفاه. لا بلاش، انا هروح بنفسي وتعالى معايا انت ومغاوري. تمام يا فندم. بقول لك يا عفريس، عايز ايه؟ ما شفتش الشرابي؟ شرابك انا اعمل ايه بشرابك؟ هل بشرابك يعني على اخر الزمن؟ يا واد مش الشرابي اللي بلبسه في رجلي. امال ايه؟ شرابي الهجان بتاع سبتيه. لا مشكور. انا عايزك عمليه كده في الظهر. ايه اللي هيحدفني على الظهر؟ طب يا فندم هي جت كده عتليس. لا انا اصلا فاهمك، انا اصلا انت ايه بتبحلك في ايه؟ يا ربنا في يلا. بص وراك، اعمل لي بقى زي العيال الصغيره. بص وراك يلا، اكبر بقى اكبر اكبر. اهلا اهلا حظاوي باشا هاني. اهلا ايه بقى تخليك فيها؟ اهلا ليه بس كفر الله الشر؟ ايه اللي حصل؟ احنا مش اتفقنا انك هتيجي النهارده؟ انا اصلي بس يعني حسبتها حسبه ثانيه. حسبتها ازاي؟ حسبتها يعني قلت ايه اللي بيني وبين الحكومه غير كل خير؟ سرقت واتقفش دينا اتمسك، سرقت وما اتقفشش يبقى خير وبركه ونفضل كده خفاف مع بعضينا يعني. ده كلام رجاله برضو؟ على مؤاخذه انا حرام، انت عايزه كلمه مني يا اخي مش زي ما انت فاهم. انت يظهر مش هينفع معاك الذوق. اسحب يا شريف عبد الله. يلا يلا قدام. يلا طب الراحه. طبعا مع بعض. يلا طب اقعد. يلا على البوكس. يلا على البوكس. خش خش يا عم، انت مالكوش شغل غيري. اخرس 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 بس يا عبد الله. تمام يا فادي. ايه ده؟ فزوم؟ ما انا قعدت امبارح سيادتك. امبارح حاجه والنهارده حاجه تانية، كنت فاكراك بني ادم. ده منظر بني ادم برضك. اخرس خالص. هات ورقه وقلم يا عبد الله وافتح محضر للواد ده. حضر فندم. ايه ده؟ يا تلبسيني قضية؟ لا عدم المؤاخذة انا ما عملتش حاجة. انا ممكن افتح راسي ببشرة واتبلى على سيادتك. عدم المؤاخذة برضك انا ما اروحش وانطة. هي خلصت؟ خلصت. اللصوص اللي زي حضرتك هي اللي تتبلى على الناس، لكن احنا موجودين هنا عشان نحقق العدالة للكل، فهمت؟ مادام مش هتلزقي لي قضية يبقى فهمت. امال سيادتك هتعملي المحضر ليه لمؤاخذة؟ عشان هكتب في المحضر اني فشلت في اصلاح الحرامي عتريس، وخليك بقى مقيد خطر. وعلى رايك لما تسرق تتحاسب وتاخد جزائك وخلاص. انا مش فاهم سيادتك واخده المساله بجد، ومعايا انا بالذات. اشمعنى؟ عشان كنت فاهمه انك ممكن تبقى انسان كويس. بتتكلمي جد؟ احنا اللي هنعيده نزيده، انا مش فاضيه لك يا فندم. ما اصل انا ما بشوف سيادتك ببقى كويس، وبخرج من هنا بيبقى نفسي ان انا اقول كل حاجه واصلح من نفسي.
بخرج بقى من هنا سيادتك بنقلب حالي، الظاهر ان انا مش شخصيه. سيادتك على المؤاخذة يعني تضحك على ايه؟ عشان ده بيأكد ان ممكن تبقى انسان كويس فعلا. طب بس انا مش فاهم برضو يعني سيادتك واخده المسألة بجد ليه؟ انت بالنسبة لي تحدي، وانا رأيي اللي متمسكة بيه ان انت وكتير زيك ممكن تبقوا كويسين جدا، فهمت؟ انا مش فاهم، بس انا مش عايز اكسب سيادتك. طب اتفضل اقعد. اخرج انت يا عبد الله، واقفل الباب دلوقتي. ها؟ بس يا فندم. طب يا فندم. جرى يا عبد الله؟ الست ظابط باشا قالت لك اخرج واقفل الباب. ها؟ حاضر يا فندم. نفذ يا عبده. حاضر يا فندم. معقوله التاخير ده؟ معقوله؟ معلش يا دكتور يحيى، الغايب حجته معاه. يا كوثر هانم، حضرتك عارفه ان وقتي محدود وبالذات ساعه الظهريه. اهي السفره جاهزه، يلا روح انت اتغدى. اتغدى لوحدي؟ ما كنت اكلت اي حاجه في المستشفى وخلاص. لا، ما انا هاكل معاك. معايا؟ حضرتك ما بتاكليش اي حاجه الا معاها. زمانها جاي. يوه، حتى تليفون القسم بدي مشغول على طول على طول على طول. معلش معلش، امسحها فيا. وامسحها فيك ليه؟ حضرتك ذنبك ايه؟ هي كمان ذنبها ايه؟ هي بتشتغل طبيعه عملها كده. السؤال مش ده، السؤال ليه العمل ده بالذات من اساسه. طب ايه رايك تطلع تستريح شويه؟ هستريح؟ ده فاضل نص ساعه على ميعاد العياده. نهايته. ما تشغليش بال حضرتك. سلام عليكم. معقوله؟ معقوله يا دكتور يحيى؟ يا فندم مش مهم، اكل اي حاجه هناك في العياده مش مشكله. لا ده انت كده زعلان بقى. انا مش زعلان ولا حاجه، ما تشغليش بالك، ما تحمليش هم. باي باي. بعدين في الخيله دي بقى يا الظابط دي هتلوشنا. مالك ومالك، خلينا في حالنا، هننزل اجدع طقم طلبات على حسابي. اشمعنى انا اخويا؟ وانت انجلي، انا عايزك في كلمتين. قول. على انفراد ولا مؤاخذه؟ لا 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 لا، ازاي كده يا اخويا؟ انا ما بخبيش عليه حاجه، اتكلم على طول. قول. معلش برضه. انت هتقول سر الحرب، اتكلم يالا. ايوه هقول. البيش لبيه. هو انت قاعد معانا، انا في اهواجي يقعد مع الزباين. يالا قوم يالا. الزباين ايه واهواجي ايه؟ لا بطريقه مباشره كده، انا طالب القرب. طالب القرب من مين؟ من اختك عتريس. اخت انا؟ ايوه. وانت شفتها فين بقى حامد؟ شفتها ماشيه مع اختي زكي، مع نوره لمؤاخذه. وعايز تتجوزها خبط لازم كده؟ وليه لا؟ بنت حلوه وعال، وكفايه انها اختك يا جدع. المؤاخذه يعني انت فاجئتني، لكن اسالها ولو وافقت مفيش مانع. عم يعني اجيب امي؟ يا ابن امك مين؟ عموما هنسال العروس. ماشي ماشي. ممكن بقى تجيب لنا طقم شعر على حسابك؟ حاضر من عينيا. اتنين شاي بطه وصايه. ها ايه رايك؟ جلسون متجوزه جلسون، عريس كويس مش لابس. يا جدع اهم حاجه تبقى بضل راجل يحميها. صح، اهم حاجه راجل يحميها. يا دي مقتنعه. انت عارف يا زكي شغلانتنا دي خطره ازاي؟ كل يوم على كف عفريت، محدش راسي بكره يبقى ايه؟ اهم حاجه دلوقتي بقى ايه؟ العبك دورين كوتشين انسيك اهلك بقى. اتكلم على قدك عشان لضك. شرد مين انا؟ الوصايه. طب استنى الرد يعني. لا ما تقلقش، انا ان شاء الله النهارده فاتح العروس. هات لي قلبك. اهلا وسهلا بالرجاله. اهلا بيكي. مبروكه زينب، اخوك العتله جايب لك عليس عله. كده برضو كسبت البناية يا زيكو. مش قصدي ولبنا. دلوقتي يا زينب حامد طالب ايديكي، قال انه شافك مع نورة وانه. حامد مين؟ الاهواجي. ما انا عارفة انه الاهواجي. حد يجوز اخته اهواجي؟ ماله؟ ما كويس. لا مش كويس يا عتريس، وبعدين زينب دي اختك، حاجة غالية علينا قوي وكبيرة قوي عندنا. دي اخت عتريس، ملك الحلاوة والفهلاوة والذوق والخفة والتقل كله. الله يستر اصلك يا اختي. انما انا شايف يعني زينب ان هو عريس مش بطال. عايز تجوز بنتنا لاهواجي؟ ستة شاي اتنين قهوة واحد بوري وصلحه. وفيها ايه؟ ايه بنتنا خلاص يعني عملت امها؟ فيها ايه يعني؟ مادام بيكسب رزقه بعرق جبينه. لا يا اخويا فيها كتير طبعا،
دينك دي بقول لك حاله كبيره قوي عندنا، وبعدين بيني وبينك بقى المعلم ابو رقبه حاطط عينه عليها. ابو لقبه كمان؟ ابو لقبه انتوا عايزين تمرمطوها حلقه تحلقكم. انا قد ابو رقبه بيت دود، ده انا بقول لك انت مالك السوق كله، اجدع هجام. يا سلام، اجدع هجام. انت بتقولي اجدع هجام كانك بتقولي اجدع مهندس ولا اجدع دكتور. يا اخويا بقى كل واحد اضرب مهنته. مهنته؟ ده احنا حراميه حراميه يا بيت. المهم ان الجوازه دي هتريح اختك وتستتها. تنسيش برضك يعني ان هي كانت قصدك شغاله وفيها ايه؟ مين هيعرف؟ اختك هتستتت، هتتجوز اكبر واحد بيشتري المسروقات فيك يا مصر بكل فخر. يوه، ده انت افكارك افكار ابلسه. رايح فين يا عتريس؟ عندي ميعاد مع الظابط. ايه الحكومه عامله لك سهره في التخشيبه؟ اتفضل معالي الباشا. السلام عليكم. اهلا اهلا يا يحيى، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اعمل ايه، اتخبط كتير قوي وبعدين تليفونك مشغول على طول. ياه، الساعة بقت 5 صحيح، الوقت سرقنا. انا ماليش دعوة يا حظابط باشا، انا ما بسرقش حاجة، انا عدم المؤاخذة يعني اسرق فيتي وهاي فاي، انما الوقت ده المؤاخذة يعني ما بسرقوش. الدكتور يحيى جوزي. اهلا وسهلا يا باشا، ايدك وخدها. اهلا اهلا. ده بقى يبقى عتريس، محسوبك عتريس عب حفيظ الحرامي. يعني مش عبد الحفيظ اللي حرامي، انا الحرامي، بس عدم المؤاخذة انا بقول لك اسمي بالكامل. الظاهر يعني الواد البطال يجيب لاهله الاهانه. ابويا ده مثلا ما عملش ايوتا حاجه، بس ملزوق في اسمه الحرامي، عتريس عبد الحفيظ الحرامي، مع ان هو مش حرامي، انا الحرامي. عدم المؤاخذة يعني يا باشا، اتفضل سيادتك يا باشا، اتفضل سيادتك، اقعد يا باشا. كرسي ده نضيف سيادتك، يعني دي بويه قديمه ما بتطلعش في الهدوم، هي ما طلعتش على المؤاخذه يعني في هدومي، لكن يمكن يعني في هدوم سيادتك تطلع. اه طب ثانيه واحده سيادتك، اجيب لك كرسي نضيف. كرسي نضيف يا شويش، كرسي نضيف يا مامور. عندك شغل كتير يا وفاء؟ لا ابدا ابدا، متهيألي نكمل بكره يا عتريس. تحت امرك يا سعاده الباشا، بس اجي الساعة 10 الاقيك هنا، ما تجرنيش وراك بقى. لا العفو يا الظابط، ان شاء الله قبل معادي باذن الله هكون موجود. سلام عليكم. سلام عليكم يا باشا. مع السلامة. راح فين يا واد؟ سيبه يا شويش، انا اللي قلت له امشي. يعني حظ ظابط باشا مش هتاخد بالها وانت اللي هتاخد بالك يا فالح؟ انت يا فالح ما تفضحناش قدام الناس. موت. ما رضاش ابدا. يا مدام زيد، انا هاكل لقمه سريعه كده مع المدام وبعدين تدخلي الاول عيان. حاضر. حكيم، انا لما اكشف على العيانين وانا جعان ومعدتي فاضيه دماغي تدوخ تلف. كلمتي ماما؟ اه كلمتها وطمنتها. طب ما تديني حاجه من اللي قدامي تاكلي لوحدك. اهو ناكل لقمه سريعه كده. ميرسي. تعرف ان انا بموت في جو المغامرات ده. ايه ده؟ احنا لما ناكل في العياده يبقى جو مغامرات. على كل حال انا اسفه، جوعتك وعملت لكم ربكه. انا عامل عليك انت. ايه ده؟ قاعده مع ولد حرامي سوابق؟ لا. وبعدين بتضيع وقتك ووقت الحكومه في حاجات ما فيش منها فايده ابدا. لا يا يحيى، الولد هيبقى كويس قوي وهيجيب نتيجة وبكرة تشوف. يا حبيبتي انا مش عايز اكسر مقاليفك، بس في حدود علمي التربية اللي انت بتعمليها دي عمرها ما نجحت ابدا ولا جابت اي نتيجة. حتى الطفل لازم تضربيه احيانا او على الاقل تقرصيه من ودنه عشان يعرف الصح من الغلط ويتعلم الادب. بالعكس يا يحيى، اغلب علماء النفس قالوا ان ضرب الطفل مرفوض رفضا باتا. للاسف بقى الناس اللي سمعوا راي بعض علماء النفس وطبقوه في بيوتهم على تربيه اولادهم هم النهارده اللي بيصرخوا وبيشتكوا. وبعدين انا ما بقولش نضرب الطفل لدرجه الاذيه، لا، وكمان لما يعمل حاجه تستاهل، مش ضرب عمال على بطال. ده بالنسبه للاطفال، فما بالك بقى بالنسبه للكبار. الجدع
المجرم ده اللي بتتكلم عنه ده ممكن تقولي لي اما كنتيش تقتص منه ازاي ممكن يتعدل ازاي ممكن يتصلح؟ وعلى رأي المثل من شاب على شيء شاب عليه. تعرف انا بيعجبني فيك ايه؟ تمسكك بوجهة نظرك، وبيعجبني في نفسي تمسكي بوجهة نظري برضو، بس اللي بيعجبني اكتر بقى الساندروشات دي. لا لا وشف لا لا وشف. احنا لازم ناكل بسرعة عشان عيانينا، والحق انا اروح لماما. الو دكتور يحيى، اهلا وسهلا، زي حضرتك وحشتنا سعادتك. والله عندنا حالة كلى حرجة محتاجة لحضرتك، سجينة من سجن القناطر. انا عارف ان احنا بنتقل عليك، لكن مهم قوي انها تتعمل بكرة بالذات. انا عارف ان يوم الجمعة اجازتك، لكن بقى اهي جت كده. لا 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 يا دكتور مختار، حضرتك عارف ان دي رغبتي الكاملة في ان انا اعالج مجموعة كبيرة جدا من المرضى المحتاجين بالمجان. طبعا لا لا لا، وفي اي ظرف وفي اي يوم. انا بعتبر دي ضريبة العلم والمعرفة اللي ربنا اداها لنا. لا 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 لا، مفيش حرج ولا حاجة ابدا. جزاك الله كل خير يا استاذ يا كبير، خصوصا انا عارف ان الحالات اللي زي دي بتكون على حساب راحتك. لا لا لا، ما تقلقش يا دكتور ما تقلقش، معادنا بكرة ان شاء الله. تمام، مع السلامة يا دكتور مختار، مع السلامة. انا سعيدة بيك قوي يا حبيبي، كلك انسانية وذوق. حبيبتي ده واجب. امال بتقوحني في واجبي ليه؟ ما تخلطيش الامور يا وفاء، البلطجي بتاعك ده كوم، والحالات اللي بتكلم عنها ده امر مختلف تماما. خير يا دكتور؟ قريتها خطر يا دكتور مختار. عموما هذا كويس، بكره خلي لها الدكتور يحيى استاذ جراحه المسالك الدوليه عشان يعمل لها العمليه اللي احنا شايفين انها لازم تتعمل، عمليه الكلى. حظها كويس فعلا. الحقيقه انا كلمت والراجل ما تاخرش قوي، اللي يجي يوم الجمعه عشان تتعلموا من الكبار يا صغيرين. بيتهيألي تديها مهدئ زياده شويه وتحضرها لبكره. حاضر. اهو نعمل اللي علينا واللي على ربنا يكون ان شاء الله. خير يا رب، اللهم اجعله خير. مالك يا وفاء؟ يظهر كابوس. خير خير. ايه اللي مصحيك قبل ميعادك؟ لا ابدا، قلقت فصحيت. طب مش تصحيني معاك؟ لا انا قلت اسيبك تنامي شويه، خصوصا النهارده الجمعه. انام ازاي وانت تعبان وعندك شغل؟ مش تصحيني عشان احضر لك اي حاجه عايزها؟ الراجل مسكين صعب عليا، قلت ان الممرضه بعد الكشف ترجع له الفلوس، ما كانش مصدق عيط. شكرا. بقى يعني يا دكتور يحيى كل ما توعدنا نخرج نتغدى سوا يوم الجمعه يطلع عندك شغل؟ اعمل ايه، للضروره احكام. ومع ذلك اوعدكم النهارده بعد العمليه مباشره هنروح ندور على مكان هاوي كده نتغدى فيه سوا. يعمل ايه يا ماما؟ عنده حاله مستعجله، مسجونه في القصر العيني. كتر خيرك والله يا يحيى. لا الله يكون في عونه، بس اوعى تجوعنا بقى زي كل مره. لا شكرا، انا اتاخرت. اتاخرت ايه؟ لسه بدري. ده بدري ايه؟ ده يا دوبك. بقولك ايه؟ ما تنسيش تقولي حضرة الدكتور فرحات ان انا بكره استناها بكره الساعة 7 في العيادة، اوكي؟ حاضر ان شاء الله. باي باي. مع السلامة. واشربي الشاي بتاعي انت. مع السلامة. قولي لي بقى اسمك ايه؟ زينة وفاء وعلي وعتريس. كل دول اسمك؟ اسمي ولادي، منها لله كوثر منها لله. Thank you.
يا ترى الدكتور خلص العملية ولا لسه؟ لا لسه. ويا ترى لسه بدري؟ في الحقيقة مش عارفة هروح اسأل. احنا كنا فاكرين اننا اتأخرنا عليه. حضراتكم تشربوا ايه؟ لا مش عايزين نشرب حاجة، اصل الدكتور عازمنا على الغدا بره وعايزين ناكل كتير. بالهنا والشفا. وحياتك يا حبيبتي، شوفيه قرب يخلص ولا لسه؟ حاضر يا فندم، هروح اشوفه بنفسي. ايه مالك يا ماما؟ ايه في ايه يا حبيبتي؟ شايفاكي مش مبسوطه. لا ابدا يا حبيبتي، بس انت عارفه ريحه المستشفيات كده. انا تحبي نقعد في العربيه تحت؟ لا ابدا. ليه؟ فاكره يا ماما وانت اللي دايما تتضايقي من ريحه المستشفيات لما قعدتي عشاني اكتر من شهرين في المستشفى؟ ايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ وبعدين بقى انا قعدت عشان بنتي حبيبتي، وانا عشان بنتي حبيبتي تعيش وتبقى سعيده، مش اقعد بس شهرين، اقعد العمر كله. وبعدين لازمته ايه الكلام ده دلوقتي؟ ودي حاجه تتنسي يا ماما؟ ده انت ام مش عاديه بصراحه بقى، وبدون مبالغه انت اعظم ام في الدنيا، ويا بختي بيكي كمان. انا اسف، اسف جدا. لا ابدا يا دكتور، مفيش حاجه. لا في، بس سامح المره دي. اكيد تعبتي يا حبيبي. الله يكون في عونك. الله يخليكي. نروح بقى؟ تروحوا ازاي؟ انا وعدتكم نتغدى بره، يعني لازم نتغدى بره. ده كده هيبقى عشاء. وماله المهم هنتغدى في اجمل مكان في مصر. معقوله يا دكتور؟ انت تعبان قوي، الله يكون في عونك. شوف بقى يا ستي، معقوله ان كنتم تستنوني الفتره دي كلها واسيبكم كمان جعانين؟ لا، ثم كمان انا محتاج اغير جو ولا ايه يا وفاء؟ اللي تشوفه يا حبيبي. طب يلا بينا. الف مبروك يا دكتور، شيء عظيم فعلا. الله يخليك. ما وصيش، انا عايزكم تهتموا بالحاله دي تمام. التمريض في الحالات دي مهم جدا. ما وصيش يا دكتور. ها حاضر. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. كل مره تقولي لي ايه؟ مساء الخير يا عم عارف. يا دكتور كل مره تقولي لي احنا مش بره، المكان عجبك؟ لا قوي. الجيم عجبك؟ كتير قوي الحمد لله. ايوه يا فندم، حضره الضابط خيريه بتقول للست وفاء ما تتاخريش عليها في النبطشيه. نبطشيه ايه؟ ما انا ما قلتلكش اللي لادي نبطشيتي في الاسم. نبطشيه وانا تعبان ومحتاج لك؟ معلش يا حبيبي، شغلي بقى هعمل ايه؟ حضر يا ست هانم. حاضر. عد جوه. عد يا باشا. عد يا زول جاب. عد يا زول. مؤاخذة يا باشا. شكرا. مؤاخذة. ايه؟ ايه في ايه؟ ايه مالك؟ حولها خل. ايه؟ حولها دم. هم عليها. الدم. هم عليها. انت طب ننزلها. طيب ننزلها. بس. انت يا راجل يا عتلة. شيلها. انا رايح. ما تخافيش انت عارف بسرعه. انت راجل عتله. تعالى يا ريس. خش يا ريس. واحد يخش. طيب واحد يخش. انا خش يا اخويا. خش يا سيدي جوه. خش. خليك انت يا حاج. خليك انت يا جدع. خد معاك. انت عتله. انا معاك. على بولاه يا اسطى. ربنا يستر. انت عتله. ايه ده يا بت؟ واحد حشر قلت اروقه.